الخط الانتاجي نفذ عن طريق يعني تخصيصات الخطه الاستثماريه لسنه عام 21، نفذ ضمن التوقيتات المحدده عقديا، والخط يشمل انتاج خطاط العدادات الذكيه بنوعيها السنجل فيس والثري فيس، تخدم قطاع وزاره الكهرباء، ويمكن ايضا تخدم وزاره النفط في عدادات الخاصه بوزاره النفط. الخط يشمل على جميع مراحل العمل من البدايه الى ان يكون منتج نهائي. يحتوي على مكائن الاس ام تي اللي هي تزرع المكونات الدقيقه، اضافه الى مراحل التجميع والفحص بكافه انواعها وفحص الظروف البيئيه والتجميع الاولي والابتدائي والنهائي. مراحل الفحص متعدده لانتاج بوجبه عمل واحده 173 الف عداد. يمكن إيصال العمل إلى 500,000 عداد في الوقت الحالي في حالة عمل لثلاث وجبات. يوجد أيضا احتياط مواقع احتياطية لتوسعة العمل في حالة الحاجة للوصول إلى 5 ملايين عداد.